يقول: إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، فهل يجوز الإجماع على أحد القولين؟ السؤال هذا ما هو وجيه. إذا اختلف الصحابة فيما بينهم فلا حجة لقول بعضهم على بعض، تكون المسألة اجتهادية، وإنما يكون قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر، يكون حجة عند بعض الأصولية. أما إذا خالفه صحابي آخر صارت المسألة اجتهادية.